بني هنسأل انت. ايوه اتفضلي. طب والباقيين بقى يتفضلوا يروحوا عشان هنتصل بيكم قريب ان شاء الله. متشكرين قوي قوي. سمحت يا أنسة ورينا كده بس الحتة دي قريها كده. وريني خفيش. تدخل تفيدا من يمين المسرح فاغرة فلها في اسكتي. الثاني متأسفة. اتفضلي. قلتي شوية صوتك. اتفضلي. يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاوة لو لو لو. أنا مالك؟ أنا آسفة أوي تعبتكم معايا. تعبك راحة يا حته منني عينيا من جوه. انت عيانه بايه؟ انا مش عيان. انا انت ايه؟ انا اي بس ما تعيطيش. احنا عايزين نعرف انت عندك ايه عشان يمكن نقدر نساعدك. نساعدك بروحنا وبحياتنا. بس قولي ايه اللي تعبك؟ انا جعانه. ان شاء الله انا اللي جوع وما لاقيش حته لقمه اكلها. بقالي يومين ما اكلتش. مفيش. ما عنديش فلوس عشان اكل. شحاته يعني؟ شحاته ايه؟ انا معايا الثانويه. خلاص بقى ما تعيطيش. انا معايا سندوتش اجيبهولك تصبري بيه. سندوتش ايه؟ طعميه. خلاص. انتي السندوتش ده تلمي بيه نفسك كده، وبعدين انا شخصيا هاخدك اوكلك لحمه. لحمه؟ نفسك كويس. اغذي نفسي ازاي؟ هو انا لاقي شغلانه اعيش منها؟ انت هتشتغلي معانا. ايه؟ هشتغل معاكم؟ هو انتوا لسه امتحنتوني عشان تعرفوا بعرف امثل ولا لا؟ انت فيكي كل المواصفات اللي تخليكي تنجحي وتبقي ممثله عظيمه. الانوثه والرقه والموهبه. يا ريت يا استاذ عصام يا ريت. انا هكون جنبك لحد ما تبقي نجمه كبيره قد الدنيا دي كلها. انا مش هنسالك جميلك ده ابدا يا استاذ عصام، عشان كده هحكي لك على نفسي بمنتهى الصراحه. انا اتولدت من اب وام فقراء خالص، كانوا بيقطعوا من قوتهم عشان ياكلوني وعشان يعلموني. كنت عايزه اتعلم لما اخد الثانويه العامه وبعدين اخش معهد التمثيل عشان ابقى زي سعاد حسني. فضلوا يعلموني كل يوم اتعلم، لما طلعت عيني خدت الثانويه العامه. جيت يوم ما هخش معهد التمثيل ربنا خدهم مني، لا خدت معهد التمثيل ولا بقيت زي سعاد حسني ولا محمود المليجي حتى. الله يرحمه. وكنا ساكنين في بيت من اللي هيقعد ولا اللي هو قايل للسقوط، كلهم يبعتوا لنا جواب اخرجوا من البيت واحنا لابدين. ما تفهمش لابدين ليه؟ لحد ما يوم ما البيت وقع يا بيت خرجت بره انا علشان اروح الجمعيه، حتى البيت كان هيقع فوق الجمعيه ميل كده وراح مدلوق الناحيه الثانيه على طول. انا وقفت في الجمعيه علشان نجيب عدس اصفر، كان ابويا يبعتنا نجيب نص كيلو عدس اصفر كده نلبه في العيش وناكله عشان نتلكم ننام ما نقومش خالص تاني يوم. فروحت جبت العيش والولاد دلاله فقعتني بالقفا على دماغي، وبعدين يوم رجعت بقى لقيت البيت واقع، ابص على الناس ما الاقيش الناس، والناس عماله يخرجوا في الجتات والحلال وابويا وامي في وسط الناس اللي خارجين. طب خلاص ما تعيطيش بقى يا ستي. انا شخصيا هساعدك وهقف جنبك واعتبريني زي اخوك بالظبط. الله يخليك يا رب. الله يخليك ويستر اصلك ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب، وتاكل كل يوم لحمه يا رب بحق جهنمي.
وبعد ما البيت وقع والحلل وابوكي واهلك رحت فين بعد كده؟ رحت بقى الولية الدلالة اللي كانت زجدتني امها في قفايا دي، قالت لي تعالي تعالي اقعدي معايا في الاوضه لحد ما تبقي تلاقي شغلانه وتاكلي منها وتعرفي تعيشي، ابقى اشوف لك اوضه تتوي فيها تحت السلم ولا اي حاجه. خلاص ما تعيطيش بقى، ما تعيطيش. ادخل. سوريا الف مبروك عليكي. مبروك على ايه؟ اصل الاستاذ عصام امرنا بان نكتب لك عقد عشان تقومي ببطوله المسرحيه الجديده، ولو نجحت في الدور هتبقي بطله الفرقه بصفه مستمره. يا ريتني كنت بطل الفرقه عشان اقوم قدامك بدور البطوله. ان شاء الله يخليك يا استاذ، بس يعني انا اصلي يعني ما امتحنتش عشان انجح. خدي خدي امضي ده واستلم العربون، من بكره هتبتدي بروفات المسرحيه الجديده. احب افهمك حاجه، انا اهبل وعبيط. اهبل وعبيط ليه بيه؟ لأني لو كنت ناصح كان لازم أخليك تمضي عقد احتكار عشان لما تنجحي ما تسيبيناش وتروحي فرقة تانية. أنا أعمل كده يا بيه؟ طب ده أنا عمري ما هنسى جميلك وفضلك عليا. أنا واثق من كده، ودي شوية تفاريح كده عشان تفرفشي نفسك. لا يا بيه، أنا بقول بلاش أمضي العقد دلوقتي لحد ما تشوفوا إذا كانت ممثلة نافعة ولا يعني مش نافعة. امضي امضي يا ستي، ما عندناش وقت، ورانا شغل، امضي. طب اديني قلم يا بيه. ها؟ قلم. اتفضلي.